أجرى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلانسكي زيارة إلى القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد. وخلال الزيارة أشاد الرئيس الأوكراني بجنود بلاده وبتضحياتهم من أجل أوكرانيا. وتمثل الزيارة أول ظهور رسمي لزيلانسكي خارج منطقة العاصمة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. علينا إيجاد الأموال وخطوط الائتمان المالي، ويجب أن تقدم الدولة الضمانات اللازمة حتى يتم العمل على مشروعات عملاقة في المدن توفر الأموال. ومن المرجح أن يعمل المحافظون ورؤساء البلديات على برنامج أوروبي لبناء المساكن، وتعد هذه فرصة كبيرة لإعطاء شكل جديد لمثل هذه المناطق المتضررة من الأزمة. هذا وقد أفادت وكالة رويترز بسماع ذوي انفجارات في خاركيف بعد زيارة زيلانسكي، فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس الأوكراني قرر إقالة مدير الأمن في خاركيف على خلفية عدم عمله من أجل الدفاع عن المنطقة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على منطقة سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في لوهانسك. هذا وقد أوضح حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايداي أن القوات الروسية قد شنت قصفا مكثفا على المنطقة، وأنه لم يعد من الممكن تقييم أحدث الخسائر والأضرار فيما دمرت عشرات المباني في سيفيرودونيتسك. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي، قال إن البنى التحتية في مدينة سيفيرودونيتسك مدمرة بالكامل. قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء قد فشلت في التوصل إلى اتفاق حول مقاطعة النفط الروسي. المسؤول الأوروبي أضاف أن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل المفاوضات غدا، حيث يقضي الاقتراح الذي تناقشه الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري، مع استثناء النفط الذي يمر في خط أنابيب روسي يزود المجر وسلوفاكيا وتشيك بالنفط.